أمتم مساء المشاهدين الكرام في كل مكان، كيجي جادين جادة تحييكم إلى تفصيلات النشرة. قال نائب رئيس الجمهورية لقطاع الخدمات حسين عبد الباقي أقول إن مجتمعي دين كمالوال والمسيرية وصلا لاتفاق بشأن دفع الدية لأهل ضحايا الصراع بين القبيلتين. وأضاف نائب رئيس الجمهورية أن الطرفان قاما بتكوين لجنة لبحث عن جثث الضحايا واسترجاعها لذويهم. جاء ذلك فور وصوله مطار جوبا الدولي قادما من ولايات الشمال بحر الغزال بعد دفن والده وإقامة مؤتمر الصلح بين قبيلتي دين كمالوال والمسيرية السودانية. باسم الأسرة باسم مجموعة سوا أنا هني رئيس بوقوفه معنا ونحن نقول لهم شكرا لك كثير ونتمنى أنه وقوفه معنا يمتد لكل زول في جنوب السودان. وكان في مشاكل أنا وجدتهم في 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 في, في, في ولاية شمال بحر الغزال وهي مشاكل بتاعت حدود في مشاكل بين المسيرية ودينكا ونحن بمجهودات عملناه نحن قدرنا نهدي الوضع ووصلنا لاتفاقات بناء على اتفاقات الحرفية دائما تتم بين المسيرية ودينكا. وكان في عدد من الوفيات تم في رمضان ومن جانب بتاع المسيرية والدينك التزمت ونحن كحكومة بنينا التزام كامل. برضو زورنا منطقة بتاع أكوج ولقيناها معزولة تماما ده كأنه جزيرة وقاعد يقطع ما عندهم شبكة ولا عندهم شارع ونحن دايرين برضو كحكومة إذا ما وفرنا شارع بظروفنا القاعدة لازم نحن نوفر لهم الشبكة عشان ليلة قال يتصلوا بالناس ويكونوا ملمين بالحاصل شنو في بلد. فكل حاجات تم من خلال زيارتي انا مشيت هناك وبرضو انا في حاجات كثيره نحن هنتكلم فيه الحاجات ممكن نحن نناقشها كحكومه هنا ويكون ضربه بدايه لنا. تواصلت مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة والجبهة الثورية بواسطة من جنوب السودان بغية الوصول إلى تفاهمات حول القضايا المتبقية. وكان من المتوقع أن يتم التوقيع النهائي للمسودة الاتفاق في 20 من الشهر الجاري. وأعرب دكتور ديو موتوغ عضو لجنة الوساطة عن تفاؤله بإمكانية توقيع الطرفين على الاتفاق بعد أن قام كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار والمجموعات الدارفورية بتسليم مقترحاتها حول القضايا العالقة للجنة الوساطة. أشاد السيدة تاني ويغا تاني السكرتير الصحفي بمكتب رئيس الجمهورية بالدور الذي ظلت تلعبه رئاسة الجمهورية في المساندة والوقوف مع أسرة السلطان أكول ويك. جاء ذلك في كلمته أثناء مرور ذكرى السنوية للفقيد البلاد السلطان أكول ويغا تاني وناشد سيادته وأفراد الأسرة إلى ضرورة مواصلة الصلاة والتضرع إلى الله حتى يعزيهم. من ناحيته ناشد السيد دينغ دينغ هوجي وزير التربية والتعليم السابق أبناء منطقة أويل الكبرى إلى الوحدة فيما بينهم والعمل من أجل تحقيق التعايش السلمي مع بقية المجتمعات المجاورة. بكل اللوم بكان كان بقول يا بلا تيمرون ما جاك جرد بكوي سوون هذا هيا كل ليبريشن إيه منادل أنت يوغو غوتن رنو بعد اتفاق أديس أبابا فقدنا زول عظيم شديد. أني دي واهي ملاري كي بعد دعوي. إذا كان يمكن ما ننوقع كي بعد. كيرن بقوة. ران إنديرو كي أنت يا خون. أيا جوب واتش. أرين تي تجوب يل بنا بيك يور ينولن. كيقول ولدي. دعا دكتور لوي الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة لاتحادية المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة إلى جانب التبليغ الفوري عن حالات الوفاة في الأحياء إلى مراكز الطوارئ. جاء ذلك خلال تقرير الأسبوعي المشترك الذي يقدمه الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول مرض كوفيد-19. إلى ذلك أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية حول البشريات المتعلقة باللقاح الجديد التي تجريها جامعة أكسفورد
مبينا التوصيات الختامية سوف يتم الإعلان عنها بعد تجريبها سريريا على المرضى ومصابين كوفيد 19. For example, Omar mentioned earlier, for example, the those who tested positive, for example, maybe for one reason or another, they are not able to tell us exactly their contact, and that also can affect the progress of the outbreak and the fight against the virus in terms of us not knowing exactly the people who are contact of the ex-case who tested positive for people are dying and all that. And what we should also put in our mind is that not only COVID that is killing people, okay? There is other causes of deaths in the community. And until the death is reported, this is like preliminary evidence which shows that patients on ventilators who have severe disease had less than had mortality reduced by a third or a third. In terms of whether we recommend it, as WHO I mentioned, that WHO is going to do further review, other researchers. Because the other researchers are doing studies on the same drug on managing COVID patients. We move to the non-test-based criteria to be able to discharge cases. The very quick question is, well, why the shift? The shift is based on current evidence. And this evidence put together with other the issues concerning people isolating in homes or in facilities for longer period. So regarding healthcare. So the health food study supports an 8-month facility and all facilities are open and functioning at the moment. So services are available as usual. That includes consultations, antenatal care, immunization, and we really want to encourage everybody to keep coming to the facilities. If there's a problem, report it to us. But we are very keen to make sure that people with malaria, rainy season is coming. We need to make sure people with malaria. مرحبا بكم مجددا. طالبت السلطات بولاية الاستوائية الوسطى المواطنين لضرورة المحافظة على الأحياء السكنية نظيفة من أجل منع الأمراض التي تنتشر عن طريق المياه الراكدة لا سيما في موسم هطول الأمطار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد فرانسيس لوالا الأمين العام لحكومة الولاية مع أعضاء اللجنة الأمنية، حيث وصف سيادته الأوضاع الأمنية بالمستقرة مناشدا الجميع على التعاون مع إدارة مجلس بلدية جوبا من أجل المحافظة على المدينة نظيفة. The populace of Juba to cooperate with the administration of Juba City Council. This culture of bringing the waste and put them in the tarmac road should be discouraged. Collect the garbage, put them where you are, City Council will come and collect them for you. Let all of us collectively contribute in keeping our town and the city clean. It is a call that all of us should take it positive. As we conclude this security meeting, I'm again urging the people of Juba City and the people in the whole state that let us continue fighting coronavirus. This disease or this virus is not friendly at all. رحبت السيدة مير مانيوك رئيسة كتلة المرأة بجنوب السودان بقرار رئاسة الجمهورية الأخيرة حول تخصيص الولايات على الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام المنشط. جاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 6 أعوام على تأسيس الكتلة، وقالت سيادتها أن الكتلة ظلت تكافح وتناضل من أجل قضايا المرأة في كافة المنابر، مناشدة حكومة الوحدة الوطنية بوضع اعتبار خاص للمرأة لمشاركة المرأة على مستوى البرلمان القومي والحكومات في الولايات خلال المرحلة المقبلة. As members of the integral body that contributed to the attainment of peace, WBSS
more than deserve to honor this day. It was one of the days that we embarked on the shining a light in the struggle for equity in the political, economic, and social, cultural events in South Sudan. And indeed, the whole world, the women of South Sudan have gone through discrimination for too long. Although we have achieved more progress in the fight for women's rights, we have not arrived for there yet. We still have a lot to do. We definitely managed to bring women 35% participation in the government on the table. And we appreciate the government efforts in honoring it by appointing a female vice president and more women in key ministerial. ده شنط الكنيسة السبتية أمس برنامج تبع لمواطني منطقتي غابات ونياين عن مخاطر فيروس كورونا وسبل الوقاية منها، حيث قامت الكنيسة خلال الحملة بتوزيع عدد من المواد الغذائية للشرائح الضعيفة. To alleviate some of the suffering which people are going through due to the impact of COVID. And so we have targeted 244 families. But also it's not just the support from the Norwegian church. Rice, maize flour, beans, and also salt. In addition to that, we will also be providing 90 households with hand washing facilities and sanitizers and carrying out awareness. Na ena ge kabasu yomi. Gesiri isim tanena. Mag aja magetala. Aja magetala alela na soko robuna. Ma ayali de anakutu ita. Anakutu ayali de fi ida ta robuna. Ita kali istakalu ma ayali de. Asambokura be yebelen na hak. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام في كل مكان ناتي بكم الى ختام نشرة التاسعة مساء، ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل، متابعة طيبة لبقية برامجنا وتصبحون على ألف خير.